طبعا القانون يعني اللي جاز للي شخص اللي مثلا ينكل صاحب البائع عن هذا عن البيع انه الرجل يعني يعطيه فرق البدل، يعني فرق هذا الفرق اللي بين البيع الاول والبيع الثاني. اما من ناحيه يعني الاجتماعيه فهي ظاهره يعني غير اخلاقيه، يعني انه انت تبيع بيت وبعد فتره يعني تفرق الاسعار وترجع تنكل على ابو البيت. واكو شغلات اخرى يعني انه ابو البيت يعني مرات يعني يطلع عليه حجوزات بدوائر مثل دائره الكهرباء، دائره الماء، دائره البلديه، فيبدا انه هذا الشخص انه يساوم صاحب البيت ويقول له انا ما اجي افرغ لك الا انه تنطيني كذا مبلغ. ممكن اقامه دعوه على هذا الاساس انه هذا الرجل يعني طالب فرق البدلين. من الناحيه القانونيه يتم الاعتماد على الاتفاق الاول، ماكو شيء اسمه ارتفاع الاسعار. انت ايش اتفقت بالبدايه؟ هو هذا الاتفاق اللي يمشي علينا، وحتى اجراءات محكمه البداء تمشي علينا. فلهذا احنا دائما ليش ننصح انه وجود المكاتبه. المكاتبه امر مهم، يعني امر يعني مهم في حاله الخلاف، تلزم بالاخص الطرف البائع بالتحويل، وهي ما دائما لكن كدليل تعتبر، يعني كدليل دليل يعني انه شهود وبصمه. فماكو شيء اسمه ارتفاع اسعار، انه انت ايش اتفقت بالاول بالاتفاق الاول هذا، انت ما زال استلمت فلوس، وبالاخص ايضا عندك اذا انت اشتغيت العقار وسكنت بينه، هذا ايضا هذا دليل قوي انه انتم صار بينكم بيع وشراء واتفاق. الحقيقه اللي نشوف من بعض الناس يصير بيناتهم بيع وشراء بالعقارات، وبعد اثناء اجراء المعامله يعني تاخذ الوقت المعامله، فبين ما تنتهي المعامله سعر العقار راح يرتفع. لما يستدعي صاحب العقار للتنازل او للبصمه فانه يعني راح يختلف يقول انا بعد ما ابيع لان السعر اختلف عندي. فهذا امر يعني لا يجوز شرعا، لانه باع واذا خاصه اذا قبض المبلغ لا يجوز ان يعني يتراجع عن البيع، لان البيع بالخيار ما لم يفترقا. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول البيع بالخيار ما لم يفترقا، فاذا قبض وافترق ووافق على البيع فانه لا يجوز عليه ان يتراجع، لا يجوز ان يتراجع اثناء البصمه. فهذا لا يجوز شرعا. فلهذا يعني نوجه الاخوه الذين يبيعون ويشترون ان يتفقا يعني اتفاقا تاما قبل ان يعني اتفقا، حتى اذا اختلف السعر، حتى اذا اختلف السعر انه باع وانتهى الامر، فلا يجوز عليه ان يختلف بعد الارتفاع الاسعار. من يشتري بيت يعني يتفق ويا صاحب البيت. اكو ورا فتره هسه اكو هواي ناس اشترت بيوت قبل الاحداث مال موصل، وهسه حاليا اصحاب البيوت قلبوا عليه، شن ينطيني فرق او انطيني هالقد احول لك او انطيني هالقد. فاليوم الشخص من يبيع بيت حسب العقد والاتفاق اللي بيناتهم، وهذا الشيء اصلا يعني هو ما جايز حرام. يعني اليوم انا ابيع بيت وارجع اتفق على وارجع اقلب على الشخص اللي اشترى من عندي البيت، ما يصير هذا الشيء. فهواي صارت عندنا هيك حالات بالموصل.